أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. كما كتشوفوا رجعنا كذلك للمسألة القديمة اللي هي الأثمنة كترتفع في المناسبات. فهادشي هذا شاهدناه في رمضان طبيعة الحال الشهر الكريم، شفنا الارتفاع الصاروخي ديال الأثمنة بحال البصلة اللي كانت وصلة حتى 20 درهم للكيلوغرام، بحال المطيشة اللي كانت وصلة حتى 15 درهم للكيلوغرام. دابا نفس الشكل تقريبا رجع مع اقتراب عيد الاضحى المبارك. طبيعة الحال الاثمنة ولات كتطلع في الثمن، كما كتلاحظوا معنا مطيشة اليوم اللي دايرة 12 درهم للكيلوغرام، راه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصافي طبيعة الحال الاثمنة واصلة لثمن صاروخي مطيشة وقليلة في السوق. هذا هو المشكل، لانه الخضارة ما كيجيبوهاش بحكم انه غلات في الثمن، وكذلك كتجلس كتضيع. صور لهم خايز شي حاجة عندك تما ولا حاول يبقى على السير. الهيل ليه يبقى عندي السير؟ السير هو اللي يبقى، حاول يتباع. يمي كما كتلاحظوا معنا مطيشة اللي طالعة الثمن، يعني اللي صاروخي بزاف. مطيشة توصل عاوتاني 12 درهم، راه لا يعقل. وبحال والو نقدروا غدا ولا بعدو ولا الاسبوع المقبل نلقاها 17 درهم. هذه حاجة يعني عادية جدا، لانه دائما فيما كيجيو المناسبات كيولي ارتفاع الاسعار ديال الخضروات اللي كيستعملوا في ديك المناسبة. بحال دابا العيد الكبير كالخضرة كتستعمل، سواء مطيشة سواء الخضرة سواء يعني البصلة، راه لا حول ولا قوة الا بالله. الأثمنة الصاروخية راه لا يعقل، لا يعقل بشكل يعني اللي كيولي بشكل مبالغ فيه أن الأثمنة كطلع في الثمن. كما كتلاحظوا معنا مطيشة هي طبعا الحانجي، والبصلة البصلة اللي كانت كدير 18 درهم في رمضان، خرج رمضان ولات كدير 50 ريال جوج دراهم ونص، بقات مستمرة حسب دابا قرب العيد، بقى لنا للعيد والو تقريبا أسبوع. هي عاوتاني البصلة زادت 50 ريال أخرى ولات كدير 5 دراهم للكيلوغرام. بطبيعة الحال في هاد السوق اللي حنا متواجدين فيه اللي هو سوق شعبي، كاينين بعض الأسواق اللي دابا حاليا وصل الثمن ديالها اللي كثر من 5 دراهم، وصلت 7 دراهم للكيلوغرام، سواء البيضاء ولا سواء الحمراء. فهنا السؤال مطروح، علاش الأثمنة كترتفع في المناسبات؟ واش كيكون الطلب كثير؟ إلا كان الطلب كثير مزيان أنها تتباع، يعني السلعة متبقاش يعني تضيع، يعني تبقى بنفس الثمن ديالها، ماشي يعني ترتفع في الثمن كيولي هذا استغلال. استغلال يعني المناسبات باش يعني الناس يقوموا بالبيع. فراه لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعقل. كما قلت راه بزاف ديال الناس اللي لحد الان ما بغاوش ينساو البصله اللي كانت كدير 20 درهم للكيلو في رمضان. راه لا حول ولا قوه الا بالله، كانك غادي تشري البصله من الفارماسي. بالنسبه للناس اللي كيشاهدوا فينا الان في هذه اللحظات، فيحاولوا يوصلوا لنا الاثمنه شحال طالع عندهم الاثمنه في المدن اللي هما كيسكنوا فيها، واش نفس الثمن البصله اللي دايره 5 دراهم والمطيشه اللي دايره 12 درهم، واش نفس الثمن عندهم في نفس المدينه او غير الثمن. ولكن هنا في مدينه الدار البيضاء فيقربونا من الاثمنه ديال الحي اللي هما ساكنين فيه، شحال الثمن؟ واش نفس الاثمنه ولا مختلفين على الاثمنه ديال هذا السوق هذا اللي هو كيتواجد في حي شعبي بالمدينه القديمه بمدينه الدار البيضاء.
البصلة هي الحمد لله يعني البصلة كثيرة اليوم ماشي قليلة، ولكن واصلة 5 دراهم الكيلوغرام. كتبقى مطيشة، مطيشة واصلة 12 دراهم الكيلوغرام، ولكن ماشي كثيرة، لأنه ما شكون غادي يجي يبغي يجيب المطيشة وتبقى له هنايا. بطبيعة الحال الخضارة كيبغيوش يجيبو سلعاب كثيرة، خصوصا أنه مع العيد الكبير كلشي كيبغي يسافر. بطبيعة الحال هذه السلعه تجلس غدا عليه. فمشاهدينا كانوا هما دوما الاثمنه، مطيشه 12 درهم الكيلوغرام، بصله دايره 5 درهم الكيلوغرام. فكنتمنى انه ينخفضوا الاسعار، ما يبقاش الاستغلال ديال هذه المناسبات بحال هكذا بكثره. راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فمشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه هذا البث المباشر، على امل التقي بكم ببث اخر بحول الله. الى اللقاء.